الختامي هو النجاح لكم أيضا، ونحن أخذنا هذا بعين الاعتبار ورفقتنا في الأفراح وفي الأتراح وفي الشدائد وفي الأزمات، وخاصة أنه مازلنا نذكر موقفكم من محاولات الالتفاف على مسار العدالة الفقرية في تقديم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي كان محاولة بنصف مسار العدالة الفقرية، إضافة إلى الدعم المالي عبر البرنامج المشترك والذي تم إنجازه كما وقع الاتفاق عليه. كذلك كنا نأمل وربما تعذر علينا بضيق الوقت أن يتم استقبالنا من السيد الأمين العام المتحدة الذي كان في تونس مؤخرا ولتسليم التقرير الختامي، لسبب شديد وقتنا لم يكن يسمح، فإن شاء الله المرة القادمة يكون هناك متسع للوقت للالتقاء به وتسليم التقرير الختامي. ختاما يعني هو إنجاز ونجاح الأمم المتحدة في مسارات العدالة التقنية التي ترعاها في بلدان بين ظفرين الربيع العربي والتي أخفقت في بقية القطار ونجحت في تونس. تونس هي البلد الوحيد الذي نجح فيه مسارات التقنية بعد أحداث جانفي 2011. هذا فخر لنا كتونس وفخر لكم كذلك كأمم المتحدة لأنها رعت هذا المسار وساهمت في نجاحه، ونفتخر جميعا بهذا الإنجاز. شكرا لكم.